سلمى، مثل كل يوم نبتدي صباحنا برحلة على آخر الأخبار المنوعة حول العالم، والبداية مع دراسة طبية مفادها أنه المشي السريع يوميا لمدة 6 دقائق تساعد على تحسين الحالة النفسية 30%. أكد الباحثون نور أن الحركة في حياة الإنسان مهمة جدا، وخاصة الأشخاص يلي بيعانوا من الاكتئاب، لأنها بتساعد بدورة على إفراز هرمون الأندروفين واللي بيتكون من البتيد باعتبارها مادة موجودة بالجهاز العصبي، كما يشكل مع بعض المواد الكيميائية المماثلة لها أو القريبة منها، والتي تسمى الإنسفالين، والتي تساعد بشكل كبير على تخفيف الألم خاصة آلام المفاصل. سلمى، ذكرت الدراسة التي أجراها الباحثون بعد إجراء اختبارات عديدة لأشخاص بمختلف الفئات العمرية، خضعوا لهي الدراسة مع متابعة من قبل أطباء مختصين بعد ممارستهم المشي لمدة 6 دقائق بشكل يومي، أنه في جسيمات بينتجها جسم الإنسان أثناء نشاطه وبتساعده على الإحساس بالسعادة وتحسين الحالة المزاجية والنفسية، خاصة في فصل الشتاء والبرد الشديد. نور، يعني مشي بعد الصباح بعد الصباح ركز اللي تمشى كم مع البرد، 6 دقائق، انا مع العشر ربع ساعه، ما مش ربع ساعه. هلا عموما الواحد مره سالنا نحن حدا من الخبراء اللي اجوا لعنا باللياقه البدنيه، هل يعتبر انه المشي خلال النهار مثلا انت عم تعملي شيء، بتطلعي بتنزلي درج او شيء، هل يعتبر هذا المشي بيعوض؟ فقالوا لا، لانه لازم يكون في مشي مستمر متواصل لحتى صحيح. يتم حساب الفائده للجسم. اكيد، لانه وبعيدا عن كل الضغوط لازم تاخذي بريك صغير وتمشي لحالك. هلا بعد الصباح فورا. خلينا ننتقل لخبرنا التالي لليوم مع الفن والابداع في التصاميم وبناء سفينه ضخمه بمجسمات خشبيه لانواع من الحيوان. رجل هولندي ببناء سفينه ضخمه ووضع بها مجسمات خشبيه لانواع من الحيوانات استغرق بناء حوالي 3 سنوات. الرجل الهولندي بنى السفينه مناسبه لاستقبال الزوار الذين يرغبون في زياره الشاطئ الذي تتواجد فيه السفينه، التي يبلغ عرضها 50 ذراع وارتفاعها 30 ذراع وطولها 300 ذراع، حيث بدأ في بنائها عام 2009 بمساعدة 50 شخص. 3 سنين، يعني بتحسي وقت كتير، وقت كتير، بس حجمه واضح انه هو بيستحق هذا الجهد. صحيح. وشكله هيك فيه نوع من انا بحس الخشب فيك تعملي فيه كتير قصص جميلة، يعني لازم كل بيت ما يخلو من قطعة فنية فيها، قطعة خشبية. تماما نور، رح نروح لخبرنا التالي مع عالم التكنولوجيا والابتكارات واختراع دراجة نارية برمائية، حيث نشرت صحيفة بريطانية تقرير مصور عن دراجة قادرة على السير في الطريق البرية والسباحة داخل المياه. وقالت الصحيفة أن الدراجة النارية المبتكرة مستوحاة من دراجة في أحد الأفلام وأطلق عليها اسم بيسكي، حيث تعمل كدراجة نارية على الأرض، وبمجرد أن تلامس الماء تتحول في خلال 5 ثواني إلى جيتسكي بضغطة زر واحدة. خلونا نتابع مع بعض. ننتقل سلمى لخبرنا التالي لليوم بخصوص فصل الشتاء وموسم التزلج لهذا العام. فقد افتتح في لبنان من خلال مراكز التزلج، والجميل بالموضوع هو تدفق عشاق التزلج على المنحدرات في كفر دبان التي تبعد نحو ساعة عن العاصمة اللبنانية بيروت. خلونا نتابع مع بعض.
حلو التلج نور. انا بحب التلج كثير، بحب العب بالتلج. هلا نحن تلجنا السنه من البرد بس ما تلجنا من التلج. لسه ما لعبنا بالتلج. لسه ما لعبنا، ان شاء الله الله يبعث الخير. رح نبقى باجواء الشتويه وسحر فصل الشتاء بالعاصمه موسكو، حيث نشر موقع سترانا الروسي صور تظهر بعض جوانب الطبيعه من خلال التزلج على الجليد التي تعتبر احدى اكثر الرياضات في الحدائق والمنتزهات العامه، والاهتمام بالفن واللوحات والنحت في الجليد وعرضها في اقصى الظروف الجويه مع الاجواء الشتوية بموسكو. بننهي جولتنا المنوعة لليوم، خلونا نتابع مع بعض. خلينا سلمى هلا ننتقل لفقرتنا التاليه مع معلومات جديده رح نتعرف عليها بجولتنا اليوميه بتقرير هل تعلم. هل تعلم ان مضغ نكهه العلكه ذاتها التي كنت تستخدمها اثناء المذاكره ستساعدك على استرجاع المعلومات اثناء الاختبار؟ وهل تعلم أن الطلاب لا يكرهون المدرسة نفسها بل يكرهون الواجبات والاستيقاظ مبكراً؟ وهل تعلم أيضاً أن أصحاب الضحكة القصيرة هم أشخاص عصبيون بينما أصحاب الضحكة العالية هم أشخاص عفويون؟ وهل تعلم أخيراً أن معظم الدراسات تؤكد أن صور السيلفي مرتبطة غالباً بحب النفس والغرور؟ هلا المعلومه قالت انه الاولاد الصغار ما بيحبوا الفئه بكير مو مشان شيء بس مشان يروح على المدرسه. معلومه خطيره، بس اللي اهم منها اللي ضحكته عاليه هو ايه؟ شو بتكون شخصيته عفويه، وضحكته مو عاليه عصبي بيكون عصبي. نحن عفويين كثير، عفويين كثير. خلينا نور نروح بعد هاي الجوله على المعلومات الغريبه لاحداث اليوم، احداث جديده بيسجل بالذاكره وبيترك بصمته. شو هي اهم الاحداث يلي صارت بمثل اليوم؟ بنتابعها بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1848 اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا، وفي عام 1924 تغيير اسم مدينة سان بطرسبورغ إلى لينينغراد، وفي عام 1946 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين. وفي مثل هذا اليوم من عام 1983 سقوط القمر الصناعي السوفيتي كوزومس في المحيط الهادي. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1732 بيير بورمارشيه كاتب فرنسي مسرحي، وفي عام 1776 أرنست هوفمان كاتب ألماني. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1965 تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة وحاصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1953، وفي عام 2006 كريس بيرن ممثل أمريكي. صباحنا لسه بأوله، يمكن سواء نشهد خلال ساعاته القادمة
على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. سلمى، كثير من الشخصيات كان إلى بصمة خاصة بسجلات التاريخ، مين هي شخصيتنا لليوم؟ خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. بيير دي بومارشيه، كاتب مسرحي فرنسي، ولد في عام 1732، اشتغل بتجارة الساعات ثم كتب مسرحيتين شهيرتين، حلاق إشبيليا في عام 1775 وزواج بيجارو في عام 1784، فكانتا مصدراً لأوبرا روسيني موتسارت، وكان لهما في حد ذاتهما قيمة مسرحية. تعتبر زواج بيجارو حملة على امتيازات النبلاء في عصره، واشتهر بومارشيه في زمنه بكتابة المذكرات القانونية اللاذعة. كان يردف نصوصه المسرحية والأوبرالية بكتابات نظرية تبرز معرفته العميقة بالكتابة الدرامية، ومن أهم هذه النصوص بحث في النوع الدرامي الجدي في عام 1767، ورسالة لمشتركي الأوبرا الذين يريدون أن يحبوا الأوبرا في عام 1787، كما أن الإرشادات الإخراجية التي ترافق الحوار في نصوصه تدل على معرفته العميقة بعالم الخشبة ودقائق التفاصيل في العمل المسرحي. مسرحيته الكوميدية كما وصلتنا هي نتيجة تعديلات طويلة واختصارات كما يبدو من المسودات التي تركها، وفي ذلك دليل على اهتمامه بمجارات ذوق العصر. مسرحياته مليئة بالأفكار الجريئة التي كانت تعكس التوجه الغالب أيام الحكم الملكي قبل الثورة، كما أن نصوصه تتصف بالحوار المليء باللعب اللفظي وبالإيقاع السريع الذي يتوافق مع العقدة المركبة والحوادث غير المتوقعة والالتباس الذكي في المواقف. يعد من الكتاب الذين جددوا فن المسرح الضاحك، وبذلك يتساوى في تأثيره مع موليير، وقد ترجمت أعماله إلى الكثير من اللغات وما تزال تقدم حتى اليوم على مسارح العالم بنجاح كبير. نشر آثار فولتير في 70 مجلداً وأفاد في النشر تجارياً. توفي في عام 1799. الخطوة الأولى للتميز والتطور بمجال العمل بتبدأ من الإدارة الناجحة، فهي المفتاح لأظهار طاقة والابتكار الموجود داخل كل مؤسسة. اليوم مع المدربة بإدارة الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة في جمعية الموارد البشرية نهى شوحنة، رح تكون الإدارة شو هي المطلوب منا لتكون مفتاح النجاح تحت المجهر مع ضيفتنا. يسعد صباحك نهى واهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى، صباح الخير نور، صباح الخير للفريق وللجيش العربي السوري. نحن دائما بحب حقيقي لاني لولا انتصاراته عن جد نحن ما بنكون موجودين. اكيد اكيد، نوجه تحيه لكل جندي مرابط على الجبهه. بالبدايه نهى خلينا نحكي معك، فعلا يمكن اذا قلنا اداره ناجحه هو مصطلح يمكن فضفاض كثير، تحته يمكن لازم نحط أكثر من خط. فعلياً كيف ممكن تكون الإدارة الناجحة؟ وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، أو هي آلية العمل تختلف، أو هيكلية العمل تختلف؟ هلا اليوم حتى تكون الإدارة في حكيتي بثلاث محاور أساسية نور، حتى نحن ما في شيء بالإدارة بيقولوا له صح أو خطأ. أحياناً أنت بتمشي بمخطط يعني ما بيكون دايما عندك الخيار هو ناجح، يعني كلمة ناجح ما بنقدر نحكم عليها لأن مداها طويل. يعني بالإدارة حتى تثبت نجاح الإدارة بتاخذ فترة زمنية طويلة، ولذلك حتى نحسن نقول مقومات لحتى نساهم بحل أفضل أو إدارة أفضل، أنا بقول أكثر من نجاح، لأني نحن ننجح إذا كنا حققنا الأهداف تبعتنا. يعني النجاح الحقيقي لما تكون أي مؤسسة حاطة أهدافها حققت الأهداف ضمن الزمن
اللي حاططته ضمن الخطة تبعتها، قد ايه نحن بحالات العملية عم يكون تحقيق الأهداف ضمن المعطيات اللي نحن حاطينها أو متوقعينها وبالزمن اللي نحن متوقعينه، لأني كمان الزمن إذا حققت اللي بدي إياه بعد مثلا مفروض أنا حاططه بعد سنتين، حققته بعد 5 سنين، أنا حققته بس ما حققته بنجاح اللي نحن كمعايير، فلذلك هو أهم نقطة بالإدارة نحن نكون محددين الأهداف ومعايير النجاح لهالأهداف، سواء على مستوى الفرد أو الأشخاص أو المدراء أو المؤسسات، فنحن اليوم وحدة القياس هي المعيار الأساسي لأن لحتى نقول في عنا إدارة ناجحة، لأن إذا ما بتقدري تقيسي ما بتقدري تديري، على شو أنا بدي أقيس؟ أنا كيف بدي أقول إني هذا الشخص أو عم يأدي صح، هذا المدير عم يأدي صح، هاي المؤسسة عم تشتغل، المفروض يكون في عندي معايير، هاي المعايير جزء من الإدارة طبعاً هذا إني وضع المعايير، والجزء الثاني هو جزء تنظيمي. يعني لما تقولي انت وضع معايير في عندي انا جزء تنظيمي، تنظيمي باداره اهدافي، تنظيمي باداره وقتي، تنظيمي باداره الاشخاص والافراد، تنظيمي بكثير امور عم تنظميها لتعطي مقومات هالنجاح هذا. تمام. فهي عباره وكمان بدها تكون في عندك ادوات، ادوات يعني من تكنولوجيا، احيانا بيكون ادوات العمل نفسها، احيانا عده عناصر بتكمل هلا بعضها. هلا التطور اللي موجود والانفتاح الموجود، انت اكيد بدك تميلي لسوفت وير، يعني نحن اليوم لما نقول ان الدوله او الحكومه عم تشتغل على تبسيط الاجراءات لتحسين خدمه المواطن، شو يعني هذا الكلام؟ هذا يعني هي الكلمه هاي بتعني في عندها عمل ضخم الحكومه ان بالاتمته، وكلمة أتمتة تعني تبسيط إجراءات، يعني أنت بدك تقولي هي بتاخد 5 خطوات بدك تعمليها خطوتين وتأتمتيها وتقيسيها وتحطيها لوحدة قياس، هي الكلمة تعني وراها تنظيم وتخطيط وتطوير لبرامج وتطوير عمل، فهي الإدارة عبارة عن تطوير مستمر، عبارة عن تخطيط مستمر، لأن نحن لازم نقول في شيء بالمفهوم الياباني بيقولوا بلان دو تشيك أكت، يعني بتخططي بتفعلي دقيقي بتشوفي بقيمي بترجع بتاخدي معطيات تانية تصحيحية عن العمل أو الشيء، فنحن إذا مشينا بهالخطة أو بهالدائرة هاي فبنكون على الأقل اشتغلنا بإدارة ما إن شاء الله باتجاه النجاح. يعني طيب نوها خلينا نحكي شوي عن معيارين يمكن لازم نقيسهم، حكيتي عنهم اللي هو كمية الإنتاج، يعني نحن دائما بنقيس الإدارة بكمية منتج مؤسسة معينة أو شركة، يعني بنقول لما زاد الإنتاج معناته زاد استثمار هالإدارة الناجح لطاقاتها البشرية وبالتالي زاد إنتاجها. تماماً. كيف فينا نقيس هدول؟ وهل فعلا الإدارة هي المقاوم الوحيد اللي بيؤدي لزيادة بكمية الإنتاج؟ هلا نحن الإنتاج، زيادة الإنتاج في عنا 3 عوامل لتزيد الإنتاج، أول شيء تستخدمي بالفعل الطاقات البشرية الموجودة عندك بأفضل ما تكون، وهلا منشوف كيف ممكن نستخدمها. الثاني إن نحن بالنسبة لأن لما تخفضي نفقاتك بمكان معين، يعني أنت زيادة الفعالية، أنا ما بدي أقول زيادة كلمة الإنتاج تعني إنتاج إنتاج، لا، زيادة فعالية المؤسسة، زيادة أداء الأفراد المؤسسة كمؤشرات. أنت كمان لما بتخفف بترشدي نفقاتك مو تخففيها، لأن تخفيض النفقات بمكان كمان غير المناسب بيأذي المؤسسة. إيه يعني ترشيد النفقات يختلف عن تخفيض النفقات، لذلك أنا قلت يعني ترشيد النفقات وليس تخفيض النفقات، لأن تخفيضها أحيانا بيجي المدير بيقول لك أنا عم بخفض نفقات، بيقوم ما بيوافق على، أو مدير عام مثلا ما بيوافق لك على الشيء، لأنه أنا بدي أعمل زيادية إنتاج فلازم يكون عندي نفقات، بس مو يعني أعرف أنا وين بدي أحطها، لأنه أنا حستفقها بطريقة صحيحة، لذلك لازم تكون مربوطة بالأهداف. انا لشو عم انا يعني وقت عم باخذ هالنفقات لشو بدي احقق، شو هو المخرج تبعي، يعني انا وقت عم بحط هالمصروف هذا شو المخرج، لما عم استثمر كقسم بمصاريف معينه او بتكنولوجيا معينه او ادوات معينه او افراد ببعثهم تدريب، طب شو هو المخرج اللي انا متوقعه؟ هون النقطه نحن الاساسيه حتى نزيد الفعاليه، نحن المفروض نحط ترشيد النفقات بمكان المناسب، حتى تنحط بمكان المناسب لا يمكن تنحط بمكان المناسب اذا انا ما كان عندي خطه ومن الخطه عندي ميزانيه، لان نحن لما بنحط اهداف بنقول بدنا نوصل لهذا الشيء، طب انا ما عندي ادوات بدي اشتري ادوات بتدخل ضمن الميزانيه، بدي اوظف عمال او بدي اوظف موظفين بشريحه معينه، بحط الشرائح خطه التوظيف يعني بحط خطه التوظيف الى ميزانيه، خطه الشواغر بحط لها ميزانيه، خطه الادوات تبعتي اللي بدي احقق الاهداف فيها، حتى احقق انا كقسم بدي اقول خلينا بشيء مصغر اهدافي كقسم بتبدا من عند المدير، طبعا تكون في اهداف نقطة. يعني هاي النقطة اللي بدنا نحكي عنها نقطة أساسية هي الإدارة الناجحة، يعني وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، هو هرم
متكامل فينا نقول طبعا. يعني منقول للإدارة إذا كانت ناجحة العمل رح يكون ناجح يعني نوعا ما، أو عمل متكامل فينا نقول. هلا اليوم تمام الأفراد حتى يكونوا إنتاجيتهم أفضل، أول شيء عندك عدة عوامل بدك تختاري الشخص، انتقاء الشخص المناسب بمكان المناسب. طب أنا انتقيته مثلا، بدي افترض الحالة المثالية، طب هل دربته؟ يعني الإنسان في عنده في فهم للمؤسسة، بيقولوا له أونبوردينج، يعني اليوم أنت بده يدخل الشخص على هالمؤسسة بده يفهم معاييره، بده يفهم شو هي، في شيء ملائمته. نحن في شيء بنقول له بعالم الإدارة كون إنسان كتير فني منيح بس عنده مشكلة نفسية أو أتيتيود، يعني بيقولوا له سلوك معين بيرفض، إنسان رافض لكتير قصص بيفشل العمل، يعني أحيانا بيكون مواصفاته الفنية منيحة. لذلك آلية التوظيف مو بس أني والله عنده كفاءات فنية، لازم يكون في مرحلة تريننج، كفاءة إدارية وفي مهارات معينة شخصية. هذا اللي بيخلينا يمكن نها نسأل عن شو هي أبرز صفات الإداري أو القيادي الناجح بما يخص الإدارة. هلأ دايما أنا بقول لهم القيادي، الشخص القيادي هي أنا بقول لهم بذرة موجودة بكل شخص، ممكن تكون موجودة بكل شخص بس في أشخاص ما لها موجودة. يعني هدول اللي بيفكروا حالهم راحوا على كورس بالقيادة صاروا قياديين، أنا ماني مع هالفكرة هي. لأن الشخص بده في ملكة بيملكها مثل الطفل بشخصيته، بتكون أحيانا بسبب عوامل البيئية كان عنده خجل، التدريب والتأهيل بيطالع له إياها، ولكن بتصنع منه شخص إداري وقيادي فيما بعد. ولكن إذا ما عنده هي البذرة أنا بقول لهم إياها، أنت مثل النبتة عم تزرعي فيها، مستحيل يطلع شخص قيادي. خلينا نقول أني على الأقل نحن في شريحتين، صفات الشخص القيادي وصفات الشخص اللي ممكن بيوم الأيام يكون مدير بسوق العمل يلي أنا عم بهيئه. فلذلك هو أول نقطة نحن بالنسبة لأن الكفاءات تبعته من ناحية المناسبة للعمل اللي نحن عم تاخده العلم اللي عم ياخدوها بالجامعات. هلا بلوموا أحيانا أن العلم نظري، أنا معك بس طيب ليش عم يثبت بسوق العمل؟ في كتير حالات عم بيطلعوا لبرا بيثبتوا، في عنا أرضية من العلم ولكن لا تسقل بالخبرة العملية، هي مشكلتنا، عم يكون في معلومات نظرية بيجي بيئة العمل بيسقل خبراته العملية. اليوم في عنا الشخص لازم تكون أول شيء عنده علم، عنده معلومات نلج من إلا، بعدين عنده بشخصيته أهم شيء السلوك الإيجابي، روح التعاون. يعني اليوم نحن في عنا مشكلة بالتعاون، عنا كتير انفرادية بالعمل، عنا أنانية، بخبي المعلومة منشان أنا بخاف، لساتنا مثل ثقافة المدرسة بخبي ورقتي منشان الفريق ما يأخذها. نفس الشيء بالشغل، أنا بدي أنجح وهذا لا، لازم يكون في روح العمل كفريق. وهذا اللي بدي أسألك عنه بالمؤتمر الأخير، مؤتمر الإصلاح الإداري، خلينا نحكي عن هيدا المؤتمر. شو تمحور أهم نقاطه أهدافه الأساسية؟ مثل ما قلت في عنا مصطلحات أو مفهوم للإدارة خاطئ، حكينا بعض النقاط. الإداري يمكن كمان فيها مسؤولية كتير كبيرة، يعني إصلاح الإداري لجميع المؤسسات بدها إصلاح إداري، إن كنا عم نحكي قطاع خاص ولا عام، في كتير يمكن فجوات وثغرات يجب العمل عليها. تمام. هلا نحن رح قلك إني بالمفهوم الإصلاح الإداري، إذا بدنا نقول شو يعني إصلاح الإداري، أنا حضرت كورس باليابان كله عبارة كان عن الإصلاح الإداري، وكان أهم ثلاث معايير للإصلاح الإداري هو الجانب اللي رح يكون عندك التكنولوجي، يعني نحن في أدوات تبعتنا من إلا الأدوات، يعني منقول تكنولوجيا لا يعني تكنولوجيا، يعني أدوات العمل اللي هي ممكن تكون مؤتمتة أو غير مؤتمتة. في عندك جانب تشغيلي اللي هو العمل وده يكون مرتبط، وفي قاعدة الموارد البشرية العمالة اللي رح تنهض بهذا الشيء. فأنا عندي عمل الأوبريشنال يلي هو التشغيلي يعتمد على الجودة، يعني المفهوم الياباني نحن المفروض لأن الجودة زائد التكنولوجيا زائد استثمار شخص صح أكيد رح يكون عنا في عمل صح. شو يعني؟ نحن اليوم المحاور المؤتمر كانت تتمحور بنقطتين كتير مهمة، كانت أما بتركز على الأفراد اللي رح يقوموا بعملية الأداء للعمل تبعتهم، وكيف نحن في ثقافة كمان معينة نحن مفروض نشتغل فيها على الأشخاص. في عنا فساد أكيد، هي الفساد موجود بكل الدول، ما صحيح ما عايشين بمدينة أفلاطونية سوريا، بالأزمة زاد الفساد بس الفساد بكل الدول العالمية والمتقدمة جدا يوجد فساد. الناس ما تفكر اللي برا ما عندهم فساد، عندهم فساد ولكن مبطن بالحروب، تطفو كل هاي الأمور على السطح بتزيد بالحروب. ولذلك كان هو أني نحن الأفراد على الأقل ما بدنا نقول نقضي على الفساد، نخفف نسبة
الفساد. فاليوم لما تقاس في وحدة قياس، أهم شيء كان عم يركز المؤتمر، كان في دكتور صندوق عم يحكي عن نقطة كتير مهمة، موضوع كانوا عم يحكوا عن الأدوات والتولز عم يأتمتوا مع الدولة، كان هذا نحن إذا بيزبط ممتاز رائع جدا بيكون إنجاز، اللي هو أتمتت المعايير اللي تقاس فيها أداء الأقسام وأداء المؤسسات الحكومية، واللي بتأثر بشكل مباشر نحن بالمرحلة الأولى على خدمة المواطن، ليحس المواطن أن الدولة عم تساهم، يلي بتخفف أماكن الفساد حتى. فاليوم كان تركيز بهذا الموضوع، والتركيز بالاستفادة كان فيه من وزارة التنمية مشكورة عم تشتغل على موضوع الحاضنة وخطة تنموية بشرية للأفراد، وبديانة فيها كأفراد بشريحة الطلاب والجامعات، وبعد فترة بدها تدخل على تدريب القياديين أو الأفراد أو المدراء بالمؤسسات، فعم يشتغلوا بالتوازي تطوير أفراد مع وضع معايير. وهذا المهم، أنا بقول يمكن المخرجات تبعت المؤتمر أهم نقطة، نحن نحط لكل فرد ولكل قسم ولكل مؤسسة وضع معايير قياس. يعني اليوم أنا اليوم كمذيعين مثلا، شو هي مثلا عدد الأخطاء على الهواء؟ ممكن تكون هي أحد المعايير مثلا، خاصة بقدم برامج مقدم البرامج. فاليوم يا ترى شو هي المعايير؟ شو بيميز هذا المذيع عن هذا المذيع؟ طلتوا أكيد في معايير معينة نحن اخترنا، فلذلك الأداء نحن هذا المعايير بتنحط على مستوى كل بوزيشن أو كل وظيفة، وتنتقل إلى قسم وتنتقل إلى مؤسسة. بس ما ضبطنا المعايير، وكان عم يأكد المؤتمر على موضوع المعايير، إن شاء الله هو أنا بتمنى نوصل له المعايير. معناتها عندي أنا في إجراءات عمل واضحة، كل سياسات عمل واضحة، هذا الكلام بده بيخفف بيروقراطية بالمؤسسات، بتخفف اللامركزية أكيد، بيصير لامركزية بالقرار لأنه بيصير تفويض صلاحيات من خلال تبسيط إجراءات العمل، إني هذا هيك صلاحياته، هذا هيك مجال عمله، هذا هيك متوقعين من عمله. إذا وصلنا لهالمرحلة بيكون أنا بقول إني نحن بالفعل مشينا بخطوة متقدمة كتير كبيرة بمجال الإصلاح الإداري. إن شاء الله إن شاء الله نهى، يعني نحن نلمس قريبا جدا هاي الخطوات والخطط الاستراتيجية الجديدة اللي وضعتوها من خلال هذا المؤتمر. بس أنا بدي نوه لنقطة أني نحن ما يعتقد المواطن أو الناس اللي بتسمع أن مؤتمر الإصلاح الإداري هو ممكن العصا السحرية اللي بدها تحل القصة، لأني عن جد أنا على مطبقة على مجال قطاع خاص لشركة وحدة، أخذ معنا سنتين تبسيط الإجراءات والمخرجات ووضع سياسات العمل. أكيد. فما أدراكي مشروع بهذا الضخامة على مستوى الحكومة، بس المهم أنه بلشنا، هو دائماً مثل ما حكينا ببداية حديثنا، تمام. دائماً الخطوة الأولى هي المهمة بكل شيء، وهذا رائع الكلام، كان الكلام رائع وكثير الواحد بيتفائل لما بيشوف إني في وبتشوفي عنا طاقات هائلة وعنا أفكار رائعة، بس بدأ أكيد كمان ثقافة، احتضان من المدراء، أنا برجع بقوله واحتضان من الفرد نفسه، من الفرد يعني نبدأ نحن من نبدأ من أنفسنا، تماماً. ما ننتظر، يعني كل شخص بيقدر إنه هو يطور نفسه لو حابب هذا الشيء. أكيد أكيد أكيد، واحتضان مثل ما قلتي من الأشخاص والمدراء، لأنه هون بيخفف السلطة نوعا ما، يعني اليوم لما المدير بتبنى هذا الفكر بيزرعوا بموظفينه وبيعكسوا على موظفينه، خليني ابدأ من نفسي، بصير الموظف إن ما تحرك هو فبيبدأ بحس إني لا. فنحن بنتمنى، يعني توصيتي أنا بقول قبل ما تبدأ حتى الحكومة والمدراء العامين بوضع خطط على مستوى وزراء وإدارات أولى أو صف أول صف ثاني وصف ثالث، بدي أقول خلينا نحن إذا كل مدير على الأقل اشتغل على إني أنا كيف ممكن حط آلية العمل، اكتبها بشكل هذا وحط معايير أداء قسمي وأفرادي، فيمكن نحن نبدأ من هون حتى وقت تبدأ القصص تشتغل تكون مثل البزل عم تركبي قطع قطع وتصير قطعة متكاملة بوقت أسرع إن شاء الله. أكيد. نحن بختام حديثنا بدنا نتشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها اليوم، شكرا لك. شكرا لكم دائما، نتمنى لك التوفيق نهى. شو احنا ويمكن موضوع الاصلاح الاداري موضوع كتير كبير بنحكي عنه ان شاء الله بالحلقات القادمه. إن شاء الله. شكرا كثير لك. اما هلا سلمى بننتقل لمادتنا التاليه، فتحت عنوان انتصارات جيشنا اقامت رابطه خريجي العلوم السياسيه ملتقى وطني على مسرح دار الاسد للثقافه والفنون بحما، تفاصيل اوفى بتقرير مراسل الاخباريه السوريه في حما علي شحود. تحت عنوان انتصارات جيشنا أقامت رابطة خريجي العلوم السياسية ملتقا وطنيا على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بحماة، بحضور عدد كبير من الفعاليات الدينية والحزبية والرسمية والشعبية من محافظتي حماة وإدلب.
نحن كرابطة لخريجي العلوم السياسي أن نجول على مختلف المحافظات لنعبر عن تضامننا وتضامن زعماء القبائل والعشائر وهذا الشعب السوري العظيم في كافة محافظاته للوقوف خلف القائد الأسد بشار حافظ الأسد في مواجهة المخطط الاستعماري الصهيوني الأمريكي الداعشي على الأرض السوري والوقوف خلف الجيش العربي السوري في مقاومة هذه المخططات التي تستهدف سوريا الحبيبة لتحقيق النصر عليها. نحن في رابطة خريجي العلوم السياسي دائما وأبدا نؤكد على أننا نؤمن بالوحدة الوطنية ونسعى إلى تأكيد وترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العربي السوري من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه إلى جنوب سوريا سوريا الحبيبة، وللتأكيد على أن جيشنا الباسل سيسحق هذا الإرهاب ولن نرضى على الإطلاق بوقوف أو بوجود أي إرهابي على أرض سوريا. بدورهم رجال العشائر السورية والعربية في الملتقى دعوا إلى التمسك بالوحدة الوطنية للسوريين والحفاظ على الثوابت والالتفاف حول جيشنا العربي السوري وقيادته الحكيمة حتى القضاء على آخر إرهابي على الأرض السورية. نحن نؤكد أن سوريا ما يجري على أرضها فقط لإطالة عمر ما تآمروا به على سوريا، وسوريا بفعل صبر أهلها وتضحيات جيشها وحكمة قائدها قد أفشلت كل ما مشاريعهم وحولت أحلامهم إلى سراب. أتينا من كافة محافظات القطر للبينا الدعوة وشاركنا في هذا المؤتمر لكي نعبر عن شعورنا وعن إمداد العشائر في سوريا ووقوفها صف واحد مع الجيش العربي السوري. نجتمع اليوم هنا في محافظة حماة ووطننا الغالي يتعرض لهجوم إرهابي من قبل أردوغان وجيشه على الأراضي السورية. نحن حضرنا إلى هنا من أجل تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. المبادرة تهدف إلى تعزيز ونشر الفكر القومي العروبي الأصيل ولا سيما في ظل المرحلة الراهنة وتنمية الفكر الوطني والقومي في المجتمع. أم هلأ نور، صار وقت جولتنا الثقافية والبداية من سوريا وتحديدا من السويداء حيث غيب الموت الشاعر الشعبي صالح ثاني عرابي عن عمر نهز 73 عاما بعد صراع مع المرض. وتميز الشاعر الراحل بقصائده التي جعلها رهنا للقضايا الوطنية والاجتماعية لتبعث في نفوس الحماسة وتكرس القيم النبيلة ومكارم الأخلاق، مشاركا بلاده ومجتمعه همومها وتطلعاتها. خلونا نتابع مقتطفات من أعمال الشاعر الراحل صالح ثاني عرابي بالمادة التالية. ما هو شوارع وزقة الوطن؟ لا، ما هو شوارع وزقة ولا بحر طامي ولا سهل، لا ولا تل ولا ناس فوق وناس تحت نغرقة، والفقر يطغى وناس بالعز ترفل، الوطن فكر الطيب يطفح بقى، بشق الفجر تملي البلد عطر وفل، ومن صمت خوف وكلمته ما نطقة، واشرب وطن من ساف للقوم يخذل، وأرض بها لي عز قلبي عشقة، وإن كان لا بياعها بنقل ومل، والغرس تل الهب حدر ورقه، ما به ثمر ما له على جذورها ظل طغمي على جوز ولوز مفقه، وشعب على علقم وصبر وحنظل يا مدعي التحرير منك المشقه، تحريركم احيا مطامع هرتزل، الموساد بسليمان وكركوك والصهيونيه هذا حلم هرتزل، يا مدعي التحرير منك المشقه، تحريركم احيا مطامع هرتزل، ولو الشعوب محررة بمنطلقة والله والله بديرتي مالك محل.
سلمى، تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل معرض برافا أقدم أسواق الفن والآثار في أوروبا، ويفتح المعرض أبوابه في 27 كانون الثاني ليقدم لزواره من عشاق الفن وجامعي التحف الأثرية مجموعة كبيرة من الأعمال التي تقدمها 134 دار من 16 دولة. ويحتوي المعرض هذا العام لوحات فنية لرسامين من بلجيكا وهولندا وإسبانيا، كما يضم أثاث فرنسي من القرن الثامن عشر ومجموعة منحوتات لحيوانات وأدوات زخرفة من الفن الإيطالي وأعمال نحت أوروبية تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى في مجال الفنون التطبيقية. وسيقدم المعرض مجموعة من المقتنيات الإمبراطورية. نور، خبرنا الأخير من عالم الفن السابع السينما، حيث سجل الفيلم الروسي الارتقاء الرقم القياسي لإيرادات شبابيك التذاكر بالاتحاد الروسي متجاوز فيلم أفاتار، حيث يتناول الفيلم قصة واقعية عن انتصار لاعبي فريق كرة السلة السوفييت على الأمريكيين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بميونخ عام 1972 لتدور الأحداث في إطار درامي رياضي. خلونا نتابع مشاهد من الفيلم بالمادة التالية. Сборная СССР по баскетболу нужен тренер. Мы думаем, что это вы. Что скажете? Я смогу занять этот пост, если будут приняты ряд моих предложений. Кому как? К сожалению, да. Я составил список игроков новой сборной. Эй, Спартак! Не спи, тут большие дядьки играют. Ну что, прямо сейчас вы его отправите, а? Да можно. Пас у него хороший. Держать темп, чтобы на площадке не думать, а делать. И делать очень быстро. Поет естественное состояние баскетболиста. А теперь замерли в воздухе. Не надо ломать то, что работает. Серега, никогда не будет команды из таких, как ты. Ну да, вам не... جولتنا الثقافية وصلت للختام، فاصل صغير وبنتابع باقي فقرات صباحنا غير لليوم. ضمن فقرتنا الصحية لليوم رح نسلط الضوء على موضوع بيشغل بال الكتار مننا رجال أو نساء، شفط الشحوم. شو هو المنظور الطبي لهالموضوع، وشو خلينا نقول أسباب البدانة لدى الرجال والنساء، وين بتتركز هاي الشحوم، كيف ممكن تتم هاي العملية؟ أسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور غزوان حداد، اختصاصي بالجراحة التجميلية والتصنيعية والحروق. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، ويسعد صباح المشاهدين كلياتهم. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه خلينا نحكي، يمكن كثير من الناس عندها مشكله بتخفيض وزنها مع الدايت والرجيم، فبتنتقل للخيار الاخير اللي هو يمكن شفط الدهون او الشحوم. خلينا نعرف هي العمليه للمشاهدين، لانه في كثير يمكن من الجدل حولها، بتلاقي الناس خايفه، في لها اثار سلبيه اثار ايجابيه. نحن بدايه بس الخلايا الشحميه بالجسم نحن بنسميها خلايا نبيله، بيولد الشخص بعدد محدد من خلايا، هي ما بتزداد بالانقسام لا بتتكاثر. كل خلية شحمية بتزيد البدانة انه بتكون اكياس من الشحوم، بتخزن اكياس شحمية. فهي اول ملاحظة. الشغلة الثانية انه فرق بين الرجال والنساء تختلف. الشحم عند النساء بيتشكل بيتراكم تحت الجلد، فنحن سهل الوصول له. اما عند الرجال فنسبة كبيرة بتتراكم حول الاحشاء وخلف، نحن نسميه جدار السفاق والبرتوان، فصعب الوصول إلى بالشفط أو بالقنيات الشفط. ميزة الشفط بشكل عام، شفط الشحوم اللي بيختلف عن
عمليات البدانة وعمليات اللي عم تجري قص المعدة أو تغيير المسار، أو هو إنه نحنا عم نعالج فقط المنطقة يلي إحنا ما بدنا إياها. يعني ما عم نغير الفيزيولوجيا كل الجسم اللي بيعمل عمليات البدانة، فكل الجسم بده ينحف وبدنا نفوت بموضوع الترهلات. موضوع الشفط فقط نحن المنطقة الديفو يلي السيدة أو الرجل اللي ما بده إياهن نحن عم نفوت عليهم بثقوب صغيرة وعم نسحبهم. فهذا الفرق الكبير، لأنه يعني هو الشحم هو الجمال تبع الجلد. يعني بس يروح الشحم الجلد بيفقد نضارته، وبلش بعدين الصبايا بعد العمليات بلشوا الفيلر بس ليعوضوا الشحم اللي راح بعمليات النحف وعمليات الدايت. وهي هي ميزة شفط الشحوم كإجراء. طيب دكتور، يمكن في كتير عالم تسأل إنه عمليات الشفط هل هي صحية، هل هي مفيدة؟ لأنه في ناس بتخاف بيقولوا فات يعمل عملية شفط لا قدر الله صار معه شيء توفى. ليش بنسمع هاي الأمور؟ شو مسبباتها؟ شو الأخطاء يمكن اللي موجودة بمثل أنواع هاي العمليات؟ هو أي إجراء، أي إجراء بالمطلق جراحي فيه نسبة اختلاطات. التحضير الجيد لعمل الجراحي والتكنيك الجيد بي يعني ما بيعدم نسبة الاختلاطات للصفر، بس كتير بيخفضها لأدنى نسبة. يعني هي من الأشياء العمليات التجميلية بكل العالم هي عمليات الشفط، وفي نسبة كبيرة بتسوى بمراكز وخارج التخدير العام، يعني بالتخدير المشارك. خطورة شفط الشحوم هو أنه أثناء الشفط يصير ثقب لأحد الأوعية الكبيرة. يعني موضوع بنرجع موضوع التكنيك هو الأساسي. شفط وعبارة عن يعني شفط جائر بسموه أو رضي، انسقاب أي أوعية طبعاً كبيرة الحجم ودخول الشحم بهالوعاء هذا هو فوتنا موضوع الصم الشحمي. وهي هي أخطر اختلاط لموضوع شفط الشحم. ونسبة حدوثها هلا هي يعني أقل من 1%، أقل من 1%، بس يعني حدوثه هو يعني فاجعة كبيرة، كارثة، لأنه غالباً أعمار بتكون أعمار صغيرة وفايتة لموضوع تجميلي وتنتهي ب يعني باختلاط كبير مثل هذا. فهون بقى الخوف، بس هو بالتكنيك الجيد عدم الرد طبعاً، هذا بيتبع الحرفية، بيتبع التحضير الجيد، فالأغلبية العظمى بتمرق بدون أي مشاكل. بس يمكن لنوصل لمثلاً مثل ما قال الدكتور ثقب بأحد الأوعية، هون تختلف سحب كمية الدهون، كمان في كمية محددة لشفط الدهون بالجسم عالميا. يعني هي نقطة مهمة لما نقول بدنا نشفط الدهون، بس مو فينا نشفط الكمية اللي بدنا اياها، لا في كمية محددة. يقال انه 5 كيلو او بين من 2 لـ3، اكثر من هيك ما بصير طبعا. لا، لانه نحن اقصى حجم فينا نشفطه هو الحجم معادل لكمية دوران الدموي، فهو الماكسيموم 6 لتر. يعني نحن طبعا ما بنوصل له ابدا، يعني هذا الرقم ما منفوت بمرحلة الخطورة ابدا. يعني نوصل للأربع لتر ماكسيموم بنضل في. يعني لما نقول في عملية شفط دهون عند منطقة البطن عند الرجال مثلا، حدا كتير نصح ما بنوصل لهذا الرجال غالبا الشحم هو داخلي وليس خارجي، فالكمية اللي بتضل تنشفط عند الرجال ما بتطلع بين لتر لتر ونص. كل شيء بتشوفيه هو الأكثر شيء كميات تطلع عند النساء، لأنه كله تحت الجلد فهو اللي بيطلع الكمية الكبيرة. هل ممكن تكرار العملية ولا شو الفوارق؟ خلينا نحكي شوي بهي التفاصيل، شو الاستشارات أو التحاليل اللي بتنعمل قد بتتكرر، وخصوصا إذا حدا عنده زيادة بالوزن كبيرة؟ يعني هو الشفط بشكل عام نحن نسميه نحت، يعني بيعتمد نحت الجسم، نحت الجسم بيعتمد على يعني ذوق الجراح ومدى إلمامه بتفاصيل تشريحية للجسم والشكل اللي بده ياخده. فدائما هي يعني نحن دائما موضوع الشفط بده حرفية كبيرة لحتى يطلع الشكل باللي ببال المريضة. هو كأي عملية يعني بهمنا كتير نحن موضوع الخضاب، يعني خضاب الدم، لأنه فيه فقد دم، هو يعني هو الشحم اللي عم يطلع في كمية من الدم عم تطلع معه، فلازم يكون الخضاب منيح. عوامل التخسر بشكل عام مشان ما يصير معنا نزف بعد العمل الجراحي. يعني بيعانوا من مرض مثلا مثل مرض السكري صعب ينعمل لهم هيك عمل؟ السكري المضبوط لا يعاني، يعني ما فيه مشكله. موضوع هو الاساسيات هن الدمويات، موضوع
الكبد، الكلية، أي تخدير عام يعني، هي المواضيع اللي بتهمنا من هيك يعني. طبعا هن الأغلبية من المرضانا هن صبايا وشباب يعني، ما في عنا نحن مثل كبار السن البروستات ولا اللي بيكونوا كلياتهم فوق 80 أو فوق، فبيضل عنا موضوع التحاليل والمشاكل الصحية قليلة كتير بهالمجال. ونحن ما بنشتغل على المرضى يلي 130 كيلو 140 كيلو 150 يلي بيروح على البدانة، هدول اللي عندهم مشاكل صحية. نحن هدول بالأصل إجراءنا يعني غير مجدي معهم، يعني كمية الشحم اللي عندهم بتفوق كل إمكانيات الشفط اللي بنقدر نشيله نحن. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستور عن تفاؤله بالمحادثات السورية التي يرتقب أن تعقد اليوم الخميس وتستمر ليومين في العاصمة النمساوية فيينا، رغم أن المحادثات تجري في مرحلة حرجة جدا وفق تعبيره. وقال ديمستور إن كل من الحكومة السورية والمعارضة سيتمثل بوفد كامل في المحادثات. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتهامات الأمريكية لروسيا وسوريا باستخدام السلاح الكيميائي كاذبة وتهدف لتشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا، موضحة أن واشنطن تحاول عرقلة التحقيق الموضوعي في الهجمات الكيميائية وليست مهتمة بتحديد المسؤولين الحقيقيين عنها. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها الوطنية، وأشار شكري إلى أن استمرار عدوان النظام التركي على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي يشكل تهديدا خطيرا لأفاق الحل السياسي للأزمة في سوريا ولجهود القضاء على الإرهاب فيها. أكد نواب في البرلمان الأوروبي أن عدوان النظام التركي على عفرين سوريا يمثل انتهاكا وخروجا عن القانون الدولي هدفه بث الرعب والإرهاب في المدينة، وأشار البرلمانيون إلى أن تركيا تحاول تدمير نموذج السلام والتعاون القائم في عفرين وشمال سوريا، مشددين على أن العدوان التركي يمثل خروجا عن القانون الدولي حيث تستهدف القوات التركية المدنيين والبنى التحتية. في إيران أشار أو أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون الدفاعية العميد حسين دهقان أن مدى الصواريخ الإيرانية يتوافق مع مستوى التهديدات المعادية، مؤكدا أن بلاده قادرة على تصنيع صواريخ بمديات مختلفة وبقوة تدميرية عالية وبالغة الدقة. إلى اللقاء. طيب دكتور، خلينا نحكي عن يمكن أهم المناطق أو أكثر المناطق عند الرجال والنساء اللي بتتراكم فيها الدهون، كيف تختلف يمكن عند الرجال وعند النساء؟ هلأ الرجال هو 90% البطن والثديين، يعني هدول أكثر اثنين بيشغلوا موضوع الرجال. النساء طبعا الطرفين السفليين كاملين مع الوراك مع البطن، وأحيانا بفوت موضوع الثديين. طيب دكتور، امتى فينا نقول انه اجراء عمليه شفط الشحوم هو ضروره جماليه فقط، وامتى فينا نقول انه هو بيتحول لضروره طبيه؟ ما في عنا نحن بالشفط شيء اسمه ضروره طبيه، هو كله جمال. تجميلي بحت يعني. تماما، وتجميلي ويعني هو حاله المريضه هي اللي بتتبع الموضوع، بس هو اجراء كثير بيعطي فوائد. يعني المريضه بس تخلص من يعني دفو معين مثلا بالورك بيكون جسمها كله منتظم، ما في عندها غير وركين بتشيليهم، بتلاقي بتفرق مع الامور كثير. مثلا شويه سمنه بالطرفين السفليين، البدانه دائما لها علاقه بالوراثه. في ناس مثلا نصف العملي من الجسم بتلاقي عادي نحيف، طبيعي، نصف السفلي هو اللي فيه البدانه. فهذا ما فيك تلجئ الى عمليات طي المعده، لانه النحف راح يتناول كل الجسم. فهي ميزه الشفط، انه المناطق اللي انت ما بتحبيها مثلا
واللي ما عم يعني حتى لو عملتي ريجيم تلاقي وحده بينحف وشها في مشكله وبيضل الورك وبيضل النصف السفلي من الجسم هو الضخم، فما لها غير هالطريقه هاي، وهي ميزه الشفط. هي اغلب عمليات نحت جسم مثل ما قلت دكتور، هي تماماً عمليات جميع يعني لاخذ جسم رشيق وجمال معين. اكثر ناس بيستفيدوا هن اللي عندهم زياده مو كثير كبيره من الشحوم. هذا اللي بدي اسالك عنه، يعني في كثير هلا عم نشوف موضه كثير دارجه، يعني عكيليين ثلاثه مثلا، نحت الجسم مثلا، شفط الخواص، هذول هذا اللي بدي اسالك عنه. هي موضه كثير دارجه، يعني اي صبيه بتسال بتلاقيك انه انا رايحه اشفط خواصري. كمان هي قديش بتلعب دور يمكن على النفسيه وبنفس الوقت ما إلى اثار جانبيه؟ نحن بنرجع حكينا الاحتمال الاكبر لموضوع الشفط بايدي محترفه هو مشاكله كثير قليله، فهو اجراء يعني شائع عالميا واختلاطاته قليله. بس ما بترجع الخواصر بعد الشفط يعني بالنسبه هي اللي حكيناها باول الحديث، انه احنا عندنا الخلايا الشحميه هي خلايا نبيله ما بتكاثر، فنحن بعمليه الشفط في خلايا ام تنشفط معنا بتروح، فنفس القدره على زياده السمنه عند المريضه ما بضل نفسها. يعني مثلا اذا كان عندنا مليون خليه راحوا 100,000، 900 ما عندها نفس القدره على السمنه مثل المليون، بس بتضل القابلية طبعاً في خلايا ضلت، بضل في قابلية للسمنة. ونحن مريضة الشفط في عنا يعني برنامج بعد الموضوع الشفط لمتابعة مثلاً حياتها بالرياضة بالرجيم اللي بنوصفه نحن، مو الرجيم اللي بي تماماً. يعني هون لازم كمان ننبه أنه عادةً الناس لما بتروح بتعمل أي عمل جراحي بتفكر أنه هو هذا العمل خلص بكفي وفيها ترجع تمارس حياتها بشكل طبيعي. النظام الغذائي قد ايه بيختلف بعد هاي العملية؟ هل بيأثر؟ وقد ايه كمان ضروري يمكن مثل ما قلت يكون في تمارين رياضية؟ نحن كثير من يعني نسأل هذا الموضوع، وهي موضوع يعني الشيء المكتوب والبرامج المعقدة. نحن إذا عملت عملية ما عاد بدي رياضة، أنا إذا عملت عملية ما عاد بدي رياضة، خلاص ما عاد بدي شيء. هو الجسم مشابه لأي كمبيوتر مثلاً، أنا وقف الأكل. يعني متى ما مثلا اكل واحد وجبه واحده باليوم، الجسم راح يبرمج حاله انه في مجاعه، انه ما في اكل، فبصير بيستقلب الاكل بشكل كامل وبيخزنه بشكل كامل. فهو تعدد الوجبات وزياده عدد الوجبات هو الافضل، اللي هي اللي بتنحف مو هي اللي بتسمن. طبعا تخفيف كميه الوجبه هو الاساسي، ونوع الاكل. يعني مثلا احنا اعطيك مثال، قطعتين شوكولا بيعادلوا صحن رز. تماما يعني مثلا يعني بدنا ناكل يعني هي الاكلات اللي فيها نسبه دسم عاليه، فبدها مثلا ما تحرم حالها من شيء، بس انه تعرف انه هي اذا اكلتها انا بدي اعمل تمرين شيء نص ساعه بدي احرقهم. يعني حابه اكلهم كل يوم بس احرقيهم. تماما هذا هو العقوبه مشان ما يتراكموا يعني بالجسم. اول شيء ما تحرم حالها، وبنفس الوقت انه انا ما بدي يضروني هدول. يعني هو الاكل متعه وجمال الجسم متعة، ويعني كل حياة واحد ما في انه يمسك حاله بشيء معين ونفسيته يؤذيها مشان شيء ثاني. الاعتدال بكل شيء هو الاصح هو الافضل. طيب دكتور، كمان عم نحاول نطرح عليك جميع الاسئله يمكن اللي بتخطر ببال الصبايا. في كثير كمان قصص بنسمع عنها عن شفط الدهون، شفط الدهون بمنطقه ونرجع نضع هي الدهون بمنطقه اخرى. قديش هي العمليات كمان يمكن ما الى اثار سلبيه، او قديش يمكن فيها نسبه نجاح؟ هلا هدول كمان بدها يعني احترافيه عاليه. في ناس كثير طبعا هي اعاده توزيع الدهون بتقلك بالجسم. عندنا يعني ببلدنا اقل من غيرها، هي شائعه بدول الخليج اكثر، بيحاولوا يشيلوا الشحمات ويحطوهم منطقه الاليه والارداف. يعني نحن عندنا لا، اكثر شيء شائع حطوهم بالوش. تماما فيها مشكله موضوع الشحم، مشكله واحده بس، يعني انه نحن سفلنا الشحم وحقناه وغسلناه وكل شيء، في احيانا بيمرق خلايا ام ضمن الشحم اللي حقناه بالوش. فهي بس يوصلها دم رح تعيش، فبترجع تعمل نصاحه. مو يعني مثلا في كميه طبعا هي رح تمتص اخر شيء الشحوم، بتعد لها بين سنه وسنه 8 شهور، في كميه معينه ما رح تمتص. فهي بصير بقى بدها تفوت ب يعني دائما التعبئه، أو دائما بهذا موضوع يفضل بغير مناطق غير الوجه، ما في لا بدها تكمل بالوجه. يعني هي مثلا هذا اللي بيفرق عن الفيلر او المواد المالئه، المواد المالئه استقلابها كامل طبعا مؤقته، بتفوت بنفس المده وبتطلع بنفس المده،
بس بمنطقه ثانيه غير الوجه ما إلى اثار بس هذا المشكله. يعني طبعا الوجه لانه سنتي بالوش بيفرق كثير تماما، فبغير مناطق شو ما صار يعني بضل اهون شوي اكثر طبعا غير عند الممثلات أكيد. اللي بيهمهم كل سنتي. طيب دكتور يعني بختام حديثنا، شو النصيحه الابرز اللي تحب توجهها لكل سيده او حتى لكل رجل عم بيتابعنا وبيهمه هذا الموضوع؟ يعني احنا بشكل عام اجراء متوفر عنا بالبلد ونسبة الاختلاطات فيه كتير قليلة، بس يتحضر بشكل صح وينشغل بإيدين يعني بتكنيك صح، وبنفس الوقت كل واحد يعني حياة حلوة حاب يعيشها بكل أكيد جمالها، فهي ضرورية ومتاحة لكل العالم. أكيد. دكتور غزوان حداد نتشكرك على وجودك معنا وعلى جميع المعلومات اللي طرحناها اليوم، شكرا كثير لك. أشكركم ويستمركم وإن شاء الله ما نكون دائماً أستاذ المشاهدين. بالعكس، شكرا كثير دكتور لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، إن شاء الله الناس تكون استفادت منها. شكرا لك. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل إلى فقرتنا الأخيرة مع فقرة الطاقة الإيجابية. أكيد نور مع الطاقة، ومن المعروف أنه خلال فصل الشتاء بيشعر العديد منا بالكسل والخمول، وكتار مننا بيتغير عليهم بهذا الفصل وبيعتبروه أنه بسبب الاكتئاب، وعدد كبير من الدراسات بتشير إلى أنه فصل الشتاء بغيومه ورياحه وأمطاره ما بيساعد على جذب الطاقة. كيف بنتكيف مع هالفصل؟ شو هي الطرق لنشحن نفسنا بالطاقة الإيجابية؟ أكيد رح نتعرف عليها. وشو هي المشروبات؟ محاور حديثنا اليوم مع دكتورة غالية البغدادي أخصائية بعلوم الطاقة. يسعد صباحك غالية. صباح الخير سلمى. يسعد صباحك. يسعد صباحك غالية. صباح الخير نور. يعني بالمقدمة قلنا يمكن المزاجية بتصير مختلفة نوعا ما بفصل الشتاء، يعني أغلب الناس هلأ بتلاقيها نعسانة، مالة، مكتئبة. خلينا نحكي عن جد قديش فعلا الفصل بيلعب دور في مزاجية الإنسان أو نفسيته. تمام. هلأ نحن على طول بحلقات ماضية حكينا وبنرجع بنعيد نفس الفكرة، أنه نحن بنجذب على طول الشيء، لأنه يعني على طول بنردد انه هلا برد وهلا جاي عاصفه وهلا، يعني نحن اللي بنعمل هالقصص ونحن هذا الحديث الدائم يعني تمام، نحن اللي بنزود هذا الشيء، يعني مع انها هي خلص يعني نحن لازم نتعود انه خلص صيف صيف والشتاء شتاء، رب العالمين عمل هذا الاختلاف حتى الانسان ما يمل وحتى تتكيف. يعني فصل الصيف له طقوسه له لبسه له جوه، وبيجيك الشتاء كمان له طقوسه وجوه، يعني هلا هي الشتاء مثل اللي قبله ومثل اللي قبله ومثل اللي، يعني ما فيها شيء زياده او شيء غريب او هالبرد الزايد، يعني البرد العادي، بس نحن على طول منجذب هالامور لانه منضل منردد انه لا برد انه فانت بتصيري على تكرار هذا الكلام السلبي، عن جد بتحسي حالك بردانه، وعن جد شو ما عملتي بتضلي بردانه. لو قاعده نحت الدفايه تكوني قاعده نحت تقولي والله ما عم بدفى، ليه؟ لانه خلص انت عاطي امر لعقلك الباطن انه برد ومطر انا ما لازم ادفى، فعن جد ما حتدفي، فهذا الغلط اللي عطول نحن بنرتكبه. طيب كمان كثير من الدراسات بتقول انه بفصل الشتاء بيزداد الانسان عنده الاكتئاب. يمكن خلينا نقول الانعزال شوي، بتخف الامور الاجتماعيه اللي يمكن كان بيقدر يعملها اكثر بالصيف، تاثير هذا الشيء وكيف ممكن خلينا نقول نتلافاه شوي بحياتنا اليوميه؟ تماما. هلا مو مع كل الناس، يعني مو مع كل الاشخاص نحن فينا نقول انه فصل الشتاء هو بيعمل لهم اكتئابات، لا. هلا في مواليد اشهر معينه هي عن جد بيأثر عليها فصل، بيأثر عليها سلبي فصل الشتاء، وفي اشهر معينه لا بيحبوا كثير. يقال انا من الناس اللي بحب فصل الشتاء بالعموم. تمام. يعني يقال بس اي يقال يمكن الابراج اللي هي مثلا خلقانه بالشتاء بتحب الشتاء. بتحب الشتاء يعني تمام. حتى في عندنا شيء ثاني، طبيعه جسد هي يعني هي وراثه بتجي. في عندك اجساد بتجي هي حاميه، يعني بضل شو ما عملت شو ما عدت بتلاقي هلا بقد ما كان برد بتلاقيه لابسين نص كم، بتقول لك انا جسمي حامي، فهدول الاشخاص ما بتقبلوا ابدا. بتطلع على نور لانه نور دائما تلبس خفيف، نحن بنقولها بس ثقيل. تماما. فهي طبيعه الشتاء بحس انه يمكن الشتاء بيعطيكي نفس خاص للحياة، يعني أنا بحب الشتوية والمطر، بحس تفاصيل المطر، التلج، ريحة التراب، موليك كانون يعني طاقة إيجابية كتير حلوة. بس نحن في أوقات بتتغير الطاقة بالكون أو بتعمل لك كركبة، هون بتأثر علينا، بتصير وقت بيكون كتير هواء مع مطر، يعني مثل يوم الجمعة اللي صار مثلا إنه هواء رياح مع مطر مع هيك، بالفعل بتحسي الناس كلها تكركبت. ليش؟ لأنه بتكون طاقات الكون يعني صار فيها نحن عم نمشي كنا عم نطير شوي. تماما. فهذا بيأثر علينا، بتحسي حالك نوعا ما مزعوجة، بس لما بيكون الجو هيك مثل هلأ وعم بينزل مطر كتير
كثير حلو، يعني بتحسي حالك انه كثير مرتاحه. بس هذا بقى شغله الاكتئاب بتختلف. يعني هلا الابراج كيف بدي لك، اذا بدنا نحكي بهذا الموضوع، عندك البرج العذراء، هدول الابراج اللي كثير بيتاثروا اذا كانت السماء رمادي او كثير هواء او كثير، بتحسي عن جد هدول كثير بياثر عليهم هذا الجو، بيعمل لهم اكتئاب. العقرب قديش بيتاثر؟ انا بحس بالابراج العقرب دائما بتنق بالشتاء، يعني بالعكس هن برج شتوي. تماما، هلا هو قسم كبير، هو برج شتوي بس بيتاثر شوي اذا كان، لانه هو من الابراج اللي كيف بدي اقول لك هادئه، يعني وقت بيكون في بيصير مع الجو البرد والمطر بيصير عواصف وبيصير هيك بيتكركب وضعه. اما يضل هيك الطقس هادي بدون عواصف بتحسي لا، لانه ما مع هواء يعمل لك زوابع، فمشان هيك بيتأثر البرج. بدك تاخدي انت كل العناصر الكونية حتى تعرفي بقى كيف تأثر علينا. أكيد. طيب كمان يمكن بفصل الشتاء بتحلو هيك مثل ما بيقولوا لمة العيلة، الأسرة، الأم، بيصير في أكلات، يعني نحن بنتذكرها بالشتوية، بنقول إنه حوالين الدفاية بالبيت حطينا الكستنة أو شيء كذا. نحكي عن شوي هاي الأكلات اللي وهي العادات كمان اللي بتعمل هذا النوع من الحميمية، بتروح الطاقة السلبية إذا فينا نقول. تماماً. هلأ في عنا شغلات قبل الأكل بدي أذكر، إذا نحن ضفناها بالغرفة بتعطيكي هالحميمية والدفى بالألوان شموع. بالذات أو الشموع مثل ما حكيتي سلمى. هلأ نحن بهذا الفصل بالذات المفروض إن نبعد شوي عن اللون الأزرق والأخضر وهالألوان هاي، ندخل اللون الأحمر، ندخل اللون الأورانج، هدول الألوان الدافية. يعني مجرد ما أنت حطيتي مفرش طاولة أورانج بيعطيكي دفع، مجرد ما أنت طلعتي، أو مو ضروري يعني يكون إنه كله أورانج، يعني داخله هالألوان القوية شوي بتحسي حالك عطاكي دفع. حتى في عنا شغلات مثلا مثل إضاءة هي بتكون وطالع منها مثل كأنه هي قطعة قماشة أورانج، يعني بتحسي شعلينا عم تعطيكي منظر نار، هذا بيعطيكي جدا دفع مع أنه هو ما له علاقة ولا بيعطي حرارة. يعني إحنا في شغلات استضفناها للغرفة بتعطيكي هاي الدفء إذا بدك. ومثل ما حكيت سلمى الشموع كمان، إذا أنت جربتي شعلتي شمعة أورانج أو شمعة حمراء كتير بتعطي دفء طاقة النار ولونها، أنت مجرد ما طلعتي بتحسي حالك تفيتي. هلأ مثل الأكلات كانت سلمى عم تحكي عليهم، هدول شغلات كتير ظريفة بالشتاء. حتى نحن تعودنا على طول بهالفترة أنه إبريق الشاي على طول محطوط على طول على الصوبية. تماما. هلأ نحن بما أنه إبريق الشاي محطوط، شو ندخل شغلات حتى بالفعل تأثر علينا، يعني وتعطينا مثل إذا بدك دواء شتوي يعني مشان ما نمرض، والشيء الثاني طعم كتير طيب. هلا نحن المي عم تغلي لحالها على الدفاية، إذا شلناها حطينا لها عصير ليمونتين، حطينا معها زنجبيل وكم قطعة هيل وحليناها بالعسل وشربناها شربوا كل العيلة، أنت هون عم تاخدي وكأنك عم تاخدي أنتيبيوتيك مضاد التهاب، يعني للحلق للصدر للجسم كله، بتحسي حالك تنشطي وبيبعد عنك كتير الرشوحات والقريب بهاي الفترة. هاي شغلة كتير مهمة. الشيء الثاني كنا على طول منتذكر من زمان أنه ستاتنا تفوتي على البيت حاطين حتى مو إبريق شاي، حاطين طنجرة وعم تغلي، قالت لك بخار للبيت، هذا الحكي كتير مزبوط للاستنشاق مشان تبعت الأمراض. بس نحن إذا منحط فيها ورق كينا أو بابونج، شوفي قديه الصدر مجرد ما فتي بيعطيكي انتعاش وبينفتح الصدر كتير، خصوصي الناس اللي بتدخن. يعني لما بتفوتي على الغرفة وناس فيها حدا بيدخن أو بيأرجل بتكون الأوضة كتير معبقة، مجرد ما حطيتي هيك هي بتمص كل هالشغلات السلبية يلي موجودة. في مشاريب أو قصص لازم نعتمدها خصوصي بفصل الشتاء، لأنه نحنا ما بنفتح كتير، يعني في ناس ما بيحبوا يفتحوا، بتقلك بيبرد البيت، ما بيحبوا يعملوا هالشيء. لهيك مشروبات سخنة تلاقيها على مدار الساعة بفصل الشتاء يعني. تماما. بس خلينا نركز عليهم قديش فعلا هن مهمين. مثل ما قلتي يعني في عدة مشروبات هي مهمة مشان الحلق مشان الصدر، حتى بتلعب دور بالنفسية، يعني تلاقي نسكافيه هلا والشاي بشكل مستمر، لا في مشروبات أخرى هي مفيدة نفس الوقت وفينا ناخدها. هلا بدال الشاي مثلا الأحمر فينا ندخل الشاي الأخضر، نحط له قرفين، نحط له زنجبيل، النكهة بالنعناع، أي نكهة نحن بنحبها. حتى الشاي الأحمر أنا ماني ضده، كمان هو كتير مفيد. النسكافيه أنا بفضل السيدات بالذات تخفف منها، لأنه المادة المبيضة الموجودة فيها هي شوي بتأثر على المبايض يعني. فنحن ما منكتر ما منشربها كتير بكترة، يعني من قد ما فينا منخفف منها. عنا مشروب ويمكن أطيب من النسكافيه والناس ما نعرفانه كتير قيمته الغذائية قديش هو ظريف ومنتشر كتير، طبعا منتشر كتير ببلدنا، هو الكاكاو. يعني الكاكاو من المشروبات يلي بتعطي دفع حتى لنهاية الأطراف، يعني اللي ناس عندها عطول إيديها باردين ورجليها باردين
كاسه كاكاو الصبح لحاله ولا مع حليب؟ فينا نقول هلا فيكي لحاله فيكي مع شويه حليب بتعطيكي دفه، يعني بتدفي حتى الاطراف وبتعطيكي طاقه كثير حلوه، كانك انت عم تشربي او عم تاكلي قطعه شوكولا، يعني فيها هرمون سعاده. فهو كثير مشروب ظريف ولطيف وحلو المساء، حتى يعني فيكي تستغني عن القهوه، يعني تخلي تدخلي الكاكاو لانه كثير شراب منعش. وحتى الاطفال كل سيدات البيوت ما رح يستغنوا عن القهوه. كل رح يسمعك بقول لك انا ما ببدل القهوه. بتحسيهم تماما، هي مشكلتنا نحن عشقنا للقهوه وريحه. بتحسي مع الصبح ركبت القهوه اساسيه يعني كل السيدات. هلا بتعرفي شو انا فيني اقول لهم للسيدات؟ حطي معلقه بن وحطي معلقتين معلقه كاكاو، بيطلع مشروب على فكره جدا رائع وطيب، يعني وبيعطيك تاخذي فوائد من هون وفوائد تماما، تاخذي فائده من هون وفائده من هون، وبتحسي حالك مرقت هالشتويه وانت كثير منتعشه وما عندك هال هيك هالاختلاطات او هالقصص اللي بتصير معنا على طول، البرد الزايد او المرض او التعب، على طول في نشاط في حيويه. اكيد. طيب كمان يمكن خلينا نحكي شوي عن الحركه. نحن دائما بنقول الحركه بتجدد الطاقه عند الانسان، لما بيكون متضايق اذا عم يتحرك غير قعدته بتخليه شوي كسلان بتروح. بالشتاء بيكون كسلانين اكثر، في شيء ممكن نعمله يروح شوي؟ تماما. هلا انا بستغرب من الناس اللي بفصل الصيف بيمارسوا رياضه وبفصل الشتاء قال بيقعدوا انه قال برد، مع انه هو الرياضه لازم بفصل دفع. تماما بفصل الشتاء هي افضل وانشط للجسم، لانه ما بيصير عندك هلا بالصيف بس تلعبي رياضه شوي فورا بتتعبي. ليش؟ لانه الشوب مع بتعرقي كثير فبيعمل لك نوع من الانزعاج. تماما. اما هلا بفصل الصيف انت حتى اذا طلعتي بس مشيتي مشي سريع بتحسي حالك كثير انت مرتاحه، عم تنطفي حتى جسمك، يعني انت لما عم تمشي وعم تعملي التنفس الطاقي الشهيق لحتى ينتفخ البطن، بتحبسي النفس شوي وبترجعي بتعملي زفير، انت فتحتي مسارات الطاقه كلها، يعني حتى لو ما بدك بس المشي. وانت بالبدايه بتلاقي بتحسي شويه بروده بس وقت تمشي بعدين بتشوبي، يعني بس تمشي ومشي سريع. فلازم، انا بحكي عن الرياضه، لازم الرياضه. حتى في ناس مثلا مجرد ما قعدوا خلص قعدوا راحوا لها 3-4 ساعات انهم عم بيتابعوا مسلسل او عم بيتابعوا شيء معين، هذا اكبر غلط نحن بنعمله. المفروض الانسان كل ساعة مفروض يتمطمط أو يتحرك، يعني يعطي وقت لو 5 دقائق لو 10 دقائق لجسمه أنه يتمطمط أو يوقف أو يقعد، ما بيصير القعدة الطويلة، لأن كمان بتعمل بالجسم يعني دوران الجسم أو دوران الدم بالجسم بيصير عندك يعني نقص تروية من كتر القعدة. فلازم نحن كل شوي نقوم نحرك تماما، هذا أول شيء بيعطيكي دفع، وثاني شيء أنت عم بتحركي جسمك. طيب بالختام خلينا نحكي عن اشياء لازم نتجنبها بفصل الشتاء، يعني بعض الاشياء اللي لازم ما نعملها بفصل الشتاء. تماما. هلا الاهم شغله انه نحن ما نكون قاعدين بمكان دافي ونطلع على مكان بارد، هي من اهم الشغلات اللي فيني اقولها، لانه كثير بتاثر على البشره، كثير بتاثر على الشعر، وحتى في ناس بتاثر على عصب الوجه، يعني بيصير معه اللقوه. بتكونوا قاعدين بمكان دافي او متحممين، يعني تكوني متحممه وفورا بتطلعي على البرد، هي من اخطر شيء بيعمله الانسان. حتى في ناس بتكون متحممه وبتطلع على برا بدون ما تجفف شعرها، يعني خصوص اذا شعرها مكشوف، فهذا كمان بيعمل لها كثير تعب. هي نور هيك تماما. هلا هاي الشغله انا لازم نلغيها. في شيء لازم على طول نعمله هو الصبح التنفس الطاقي وشرب فنجان الكاكاو، لانه عن جد رح يعطيكي راحه وحيعطيكي هيك نشاط كثير حلو، وبتطلعي من بيتك وانت عن جد مستمتعه ودفيانه حتى. اكيد. يعني يمكن كل اللي سمعونا اليوم اخذوا شويه هيك نصائح بسيطه، ما بدها شيء، هي شغلات من البيت بيقدروا يعملوها. شكرا كثير لك غاليه لكل الطاقة الإيجابية اللي بتعطينا إياها دائما. تسلمي لي حبيبتي. الدكتورة غالية البغدادي شكرا لوجودك معنا، شكرا كثير لك. رحلتنا الصباحية وصلت للختام، أكيد نحن رح نبقى على موعد معكم كل يوم بتمام الساعة 9 صباحا، لكل اللي حابب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات السياسية ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطيتها المستمرة على مدار اليوم. أكيد تحيتنا بالختام لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. يسعد صباحك سلام. نهارك سعيد نور، وأكيد ختامنا دائما بيحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيها خليكن على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا أنه تبقوا بألف خير، وباي باي. باي باي.